فضيحة تهز الطور الابتدائي وقعت يوم الخميس تزامناً والاحتفال بنهاية الفصل الأول في فضاء سمح فيه مسؤولي ابتدائية برقص التلاميذ على أغنية الواي واي الأخلاقية. هي خرجة وعدت وزارة التربية بمباشرة تحقيقات لكشف المسؤول عنها وتسليط العقوبات التأديبية المناسبة. في مؤسساتنا التربوية يعني لا يقبل يعني ملزم بتطبيق قانون المؤسسة وأن تكون المؤسسة هي مكان للتربية مكان للأخلاق قبل التعلم. إجراءات عديدة ماشي لهرمة مش الفصل مباشرة كاين تحقيق. أولياء وتلاميذ حملوا القائمين على وزارة التربية المسؤولية متسائلين من نبض الشارع أين الرقابة في المدارس؟ تصرف غير معقول كأب عندي أطفال، من المفروض أنهم يكونوا الأجيال في الطريق الصحيح ويديروا لهم أناشيد عوض هذه الأغاني الساقطة. سانسيغمون أنا جو سوي كونتر سا. نورمالمون يدير لهم أغاني تاع أطفال أناشيد. مدرسة كانت تربي أجيال، ما كانش تخرجهم على عفسة كيما هذه، وكيما يقول لك كاد المعلم أن يكون رسوله. ونطلبوا من وزارة التربية والتعليم تاخذ الاجراءات هذه وتنحي كاع لابسه هذه تاع الشطيح ويديروا الغنى العيان ويديروا الغنى نتاعنا ما يسمح لناش يسمعوا الدراري هذاك الغنى. هي سابقه خطيره تهز اركان مؤسسه تربويه يعول عليها لتنشئه جيل على عماد التربيه والفكر البناء وليس على كلام الشارع المحظور، في انتظار رده فعل الوزيره نوريا بن غبريط.